السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة في حلقة جديدة من قناة فيتشر جاردنز. النهاردة هنوريكم شوية حاجات 10 على 10، يعني الورد البلدي وجمال الورد البلدي ده في أصاري 35 سنتي. طبعا لو عايزين أي لون متوفر ونقدر نجيبه لكم في خلال يومين إن شاء الله بإذن الله. بصوا يا جماعة، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده كله ورد بلدي يا جماعه، وطبعا موسم الربيع يعني موسم التزهير زي ما انتم شايفين كده. وكل الحاجات دي ما شاء الله، يعني حاجه متربيه بقالها فتره وموجوده وريحتها جميلة جدا. من ضمنها اللي هو الورد الجوري اللي هو ده، وطبعا في الالوان البرتقاني وبيبقى ليها ريحة غير الورد الناري. بسم الله ما شاء الله اكبر. تعالوا كده اوريكم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين يا جماعة الجمال ما شاء الله. اللي عايز اي حاجة يخش يكلمنا على الصفحة وانا بعتها له في خلال يومين ان شاء الله. وطبعا في حاجات اللي هي اللي لسه في التربية، في عصر التربية، 25 سنتي. بعد ما بتكبر بتبقى كده، بننقلها في اصاري 35 علشان تبقى كده. ونشوفكم في حلقات جديدة من قناة فيتشر جاردنز.